اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده. بس قبل ما ابدا الطلعه عايز اقول على حاجه مهمه كده. احنا بنمر اليومين دول بيومين صعبين والقرار في ايدنا احنا والله. يعني الوضع دلوقتي ما بقاش حلو، ما بقاش لطيف. يعني بصوا، الناس اللي هي مش مجبره انها تنزل من بيوتها لاي سبب من الاسباب، ما فيش داعي انك تنزل الفتره اللي هي الفتره الصغيره دي، بس الاسبوعين دول لغايه ما ربنا يدبرها ونشوف هنعمل ايه. وهات اكلك في البيت برضو ديليفري، واقعد وافرش اكلك وهيص واتبسط وعيش حياتك. بس الناس اللي هي مضطرة ان هي تنزل اشغالها كل يوم وعندها مصالح بتخلصها، لو ما عملتهاش ما فيش حد غيرها يعملها، فدول كده كده بيقابلوا الناس في الشارع كل يوم، وكده كده بينزلوا مش بمزاجهم ومعرضين للخطر. بس يعني ربنا يسترها عليهم طبعا، وممكن يروح المطعم ما فيهاش حاجة، مش تيجي على الحاجة اللي بتبسطه يعني وبتهون عليه وتخليه هيص ان يجي يقفلها على نفسه. ممكن يروح مدام انه هو كده كده في الشارع كل يوم اوريدي، كده كده بينزل، يروح المطعم عادي وياكل ويتبسط ويهيص. بس يعمل حسابه برضه، ياخد احتياطاته، يبعد مسافه كافيه عن اللي قدامه، يغسل ايده كويس قوي لما يخش المطعم، يغسل ايده اول ما يخلص. ده غير بقى ان المطاعم كمان في مصر عامله شغل عالمي، واخده خطوات احترازيه بجد، حاجه فوق يعني محترمه جدا جدا جدا، فوق النمره واحد. معظم المطاعم عاملين هاند سانيتايزرز في كل الفروع، وتطهير للمكان كل 20 ل 30 دقيقه، غيروا الحاجات اللي بيجي فيها تقديم الاكل من حاجات معدن وازاز وزجاجيه وازاز وبتاع، لحاجات بلاستيك ديسبوزابل تستخدم مره وتترمي. ده في الداين ان اللي هو بياكله في المطعم، وللكمان التيك اواي. ده غير كمان ان الفيروس ما بينتقلش عن طريق الاكل اساسا، عشان بس ما فيش داعي للهستيريا. واو، ما فيش داعي برضو انت لو ما خفتش ما متش من المرض هتموت من الرعب والخوف والذعر. وما فيش داعي برضو للاستهتار، ولا وعادي وهات بوسه وهات حضن. لا لا، الناس تاخد احتياطاتها ونعمل اللي علينا، وان شاء الله فتره صغيره كده وهتعدي على خير، ونقعد نفتكرها ونقول يلا الايام السوداء دي عدت على خير الحمد لله. وربنا يا رب يشفي كل المرضى، مش في مصر بس، في العالم كله، باختلافات جنسهم وجنسياتهم واساميهم ولونهم وعرقهم ودينتهم، وكل الناس ربنا يشفيهم ويرحم جميع الناس اللي ماتوا ويعديها على خير ان شاء الله، ويخرجنا من الازمه دي على خير باذن الله. يلا بينا بقى نخش في الموضوع ونبدأ طلعتنا. جديد وطلعت اسبوع جديده، وطلعت الاسبوع ده مستر جو، مطعم جديد في مدينه نصر قريب من مكرم عبيد، بيعمل فرايد تشيكن وبرجرز وحركات ومنيو سندوتشات كبير ومقبلات وحلو حركات. يعني طلبنا المنيو كله تقريبا، اقول لكم بقى ايه اللي حلو عندهم وايه اللي نص نص ولا اي كلام، عشان لو جيتوا او طلبتوا دليفري تبقى عارفين تاكلوا منه ايه وما تاكلوش ايه. يلا بينا. اول حاجه جت كام واحد من السندوتشات كده، والحلو ان هما بيكتبوا على كل واحد هو ايه. يعني ده كورد بلو، ده فاهيتا لحمه، ده كفته جريل، ده جمبري. هنفتح كده ونشوف شكلهم ايه. ده ساندوتش الجمبري، وده الفاهيتا لحمة، وده الكوردن بلو عملاق، وده الكفتة. جرب كده الجمبري، سندوتش الجمبري ده
حلو قوي. حاطين معاه فلفل الوان مع الصوص اللي مع الجمبري تحفه. واللقمه كمان نضيفه وطريه. نجرب الفيتا فراخ وفيتا لحمه. سوري نجرب بقى الكوردن بلو. اول ما اكلتها زي الجبنه في بقي. ده عالمي بقى. ده حلو قوي قوي قوي. نجرب كده الكفتة. اللحمة نضيفة وحلوة بس هو مفيهوش أي حاجة جوه، هو كفتة بس. يعني مثلا لو تحط معاه طحينة صوص بتاع هيبقى أحلى بكتير. وده البرجر سوبريم. نجرب بقى البرجر سوبريم ده. بصوا زي ما قلت لكم كله بحط الحاجات بلاستيك استخدام مره واحده وتترمي. الناس كلها لابسه جوانتيات. بس البرجر ده سميك ازاي؟ تتبيله نضيفه قوي ومش ناشف. حلو. وده الفاهيتا فراخ. نجرب كده الفاهيتا فراخ. حلوة بس الفراخ اتقرص عليها شوية في السوا فنشفت سنة. ده الكبدة الاسكندراني. جرب الكبدة الاسكندراني. مش واو، مش فظيع. وده الدبل بيبقى واحد برجر واحد تشيكن. نجرب بقى الدبل ميكس برجر ده. ده بيبقى واحد برجر فراخ وواحد برجر لحمه تحت اهي. طماطمية ورد خلاص دي كده ضاعت فقدت. يلا بينا. حلو. الميكس مع بعضه مش مضايقني. حلو.
وده الحواوشي لحمه. جرب الحواوشي كده. حلو ان هم عاملين كمان شرقي وغربي. حلو قوي. لحمة طرية ومستوية وجميلة. مش ناشفة خالص. الوش متحمر. حلو قوي قوي. وده البرجر مشروم. نجرب بقى المشروم برجر ده. يبقى برجر بصوص المشروم. حلو. بس هقول لكم على حاجه في الاخر تخص البرجر. دي المقبلات اونيون رينجز وموتزاريلا ستيكس وخبز بالثوم. ودي بطاطس بالجبنه. نجرب بقى الفرايز اللي بالجبنه دي. حلوه. تقريبا بس شويه ملح وفلفل بس. حلوه. موتزاريلا ستيكس. ما عادي قوي. اونيون رينجز. يعني ميتة زيت. سبايسي. خبز بالثوم. حلو. بس برضه هنقل زيت يعني. الزعتر مع الثوم حلو بس التسويه بتاعته مش عاجباني. وده التشيكن برجر دبل. نجرب بقى الساندويتش ده. اسمه مستر جو. بيبقى دبل، يا اما فراخ يا اما برجر. انا عشان طلبت برجر كتير طلبته فراخ. عشان نجرب التشيكن برجر لوحدها من غير الميكس اللي خدناه. طبعا ده عايز بقى عملاق. نقدمها ان شاء الله. بس هو حلو. بس طعم الفراخ مش واضح قوي. وده برجر ميكس جبن ولحوم بارده. جرب كده البرجر اللي هو باللحوم البارده ده. هو البرجر باللحوم البارده اسمه ايه في المنيو؟ هو برجر ميكس لحوم بارده. اسمه كده ميكس لحوم بارده. اه اوكي. باللفظ اه. بالجبنه مع اللحوم البارده. بالجبنه مع اللحوم البارده. اوكي. برجر بالجبنه مع حبيبي.
ده احلى واحد فيهم لغايه دلوقتي. حلو قوي. وده لبنه بالزيتون، وده روز بيف مع رومي مدخن، ده الميكس جبن. وهنا بقى اللبنه بالزيتون دي، دي اصلا في منيو الفطار، بس هو بينزله منيو الفطار لغايه اخر اليوم عادي. دي احلى حاجه بقى. تحفه تحفه. الله عليكي. نجرب بقى اللحوم البارده دي، يبقى روز بيف مع جبنه. حلو قوي قوي. انا بموت في اللحوم البارده اصلا. هم مستخدمين انواع نظيفه حلوه جميله. الفطار كله تحفه الصراحه. خد بقى اللحوم البارده دي، حته لبنه بالزيتون. ايوه تعالي كده. برنس والله معلم. حلو قوي. جرب بقى الميكس جبن ده، نحطهم كلهم كده مع بعض. حلو. استاذ عبده كله جامد. حلو قوي. الفن عربياته وصلت، نجربها كده. ايه ده انا ما صورتهاش. البنة عربياتا وصلت. جرب بقى البنة عربياتا دي. بلاش مفيش ده. لا مش حلو، مش حلو خالص. جرب الفاهيتا فراخ كده. لا شيش طاووق. خش يا معلم. مش حلو خالص خالص. ساندويتش التشيكن ستريبس، وده ساندويتش البانيه، وده الريزو بصوص الباربيكيو والفراخ، ودي الفراخ اللي هي 3 قطع دينر بوكس مخليه، ودي اللي بالعظم، ودي التشيكن سيزر سالاد، ودي أجنحة الدجاج بس هي عملاقة شوية. نجرب الأول التشيكن ستريبس. حلو. نجرب بقى البانيه. تشيكن بانيه ده شكله محفز جدا، مغري. انا مش حاسس بفرق بينه وبين الستريبس. حاسس ان هو بس حلو قوي برضو. تتبيله حلوه والسبايس بتاعهم كافر. حلو. جرب الريزو بقى، قطع الدجاج. الدجاج ما
مش عاجبني قوي. مش عاجبني قوي ده. الصوص المحطوط فاصلني الصراحه. لا مش حلو. اجنحه الدجاج، انا اول مره اشوف مطعم بيعمل اجنحه الدجاج اللي هو الجناح كامل. يعني بص ما حصلش من غيرها. الجناح جناح مش هزار. بالحته بتاعته بكله. كله بيطلع جناح الدجاج الحته دي. الأول بيطلعوا الجناح كله. الخلطة عاملة زي لما بتعمله في البيت، خلطة الفيجيتار اللي هي بتبقى حادة قوي كلها ملح دي، مش عاجباني خالص بصراحة. نجرب بقى القطع الدينر بوكس ده، بس قطع عملاقة ازاي. نفس الحاجة، هو نفس ال نفس أجنحة الدجاج. الخلطة دي خلطة فيجيتار فعلا مش هزار. الخلطة بتاعة الفيجيتار اللي هي بيبقى كلها ملح دي، بتبقى ميتة ملح. لا مش حلو خالص. انت بتعملها كده في البيت بالظبط. دي بقى القطع المخلية اللي هي من غير عظم. نفس الخلطة برضو، نفس الصوص اللي نزل معاها. الخلطة دي اللي بوظ الأكل على فكرة. مايونيز، انا طالبه سبايسي عشان ما اعرفش ان هو يحط لي في خلطه فيجيتار. نجرب بقى الشيكن سيزر سالاد ده. مش حلو بقى. ساندويتش حلاوة بالقشطة. نضرب بقى الحلاوة بالقشطة عشان نرطب على القلب. يا الله يا الله يا الله. كله من جنب الفشل. سوري ده جامد قوي. طاجن النوتيلا وصل بالايس كريم. يلا بينا. طاجن النوتيلا بالايس كريم وحاطين معاه اوريو ايس كريم. بس الاول عشان انا محتاجه ضروري. الله اوريو. شباب الشوكه نشوف ايه اللي جوه ده.
ده كيك. حلو قوي بس تقيله. من بعد الجريمه اللي انا عاملها دي صعبه قوي بس حلوه وجميله. ايس كريم بقى ايه؟ شفا والله شفا. تشيز كيك بلو بيري، تشيز كيك كارميل. نجرب التشيز كيك بلو بيري. الله، هو ده بقى حاجات البلاستيك. طب لحظة، جبنا شوكة تانية الحمد لله. حلوه هي بس طعم البلو بيري مش واضح فيها قوي. طعم الجبنه واضح اكتر من البلو بيري. هموت. جرب بقى ايه التشيز كيك كراميل دي. تلزق كده وانت بتاكل. حلوة بس نفس الحاجة برضو عن البلو بيري، ان طعم الجبنة اوضح من الـ من الـ من الكراميل. الجبنة واضحة اوي. بس مش وحشة. حلو كفاية بقى تموت. اخر حتة اخر حتة. الشوكولات كيك. نجرب بقى الشوكولات كيك دي. شكلها تقيلة تنين. والله خفيفة وحلوة مش تقيلة ولا حاجة. حلو تحفة. حلوة قوي. بنت تقيلة بس هي مش تقيلة خالص. تاني الله. جديدة في المنيو لسه ما نزلوهاش، مولتن شوكليت كيك. نجرب بقى المولتن شوكليت كيك دي. لا مش عجباني قوي. ما تبقاش كده المالتن شوكليت كيك ناشفه شويه. بعدين لما فتحتها ما فيهاش شوكولاته من جوه بتسيح ولا اي حاجه. هي كيك عاديه ولا طبقه شوكولاته. خلصت اكل وحلو وخلاص. اقول لكم بقى الخلاصه. انا ما انبسطتش بصراحه. يعني مش في حاجات كتير ما عجبتنيش بصراحه. بص، هو الحاجات اللي بيجيبها حاجات نظيفه، خاماتها نظيفه. يعني اكتر حاجات عجبتني الحاجات اللي هي ما فيهاش صنعه، ما فيهاش عميل.
يعني مثلا زي الفطار، منيو الفطار اللبنه تحفه، الميكس جبن حلوه جدا، الروز بيف واللحوم البارده عنده عموما تحفه، البرجر كلحمه نظيف ومتبل كويس جدا، بس التخديم اللي معاه مش موجود. يعني البرجر اللي بيخليه جامد هو اللي معاه الصوصز اللي اتحط معاه، الحركات بقى، الكاتشب، المايونيز، المستردة، الصوص اللي جوه هو اللي بيفرق في لسان من برجر لبرجر. هم حاطين الحاجات من غير صوصات، من غير حبيش، من غير حاجات، من غير خدمه، يعني من غير ما يخدم على الساندوتش، فما عجبنيش. الفرايد تشيكن، لا سوري، التشيكن برجر كارثه، وحش قوي، ملوش طعم اصلا. يعني هو تحس ان هو معجون فراخ كرانشي بس مفيش طعم. عاملين حركة عجيبة جدا جدا في الفرايد تشيكن، حاجة يعني انا مصدقتش نفسي والله. الفرايد تشيكن عبارة عن فراخ عادية خالص متبلة فيجيتار، محطوطة فيجيتار ونزلة الزيت بس كده. هو في حاجة اسمها كده؟ يعني لو هاكل فرايد تشيكن بالفيجيتار، طب من خلال ما تعملها في البيت، اللي يخليني انزل واروح مطعم او اطلب دليفري عشان يجيب لي فرايد تشيكن معمولة فيجيتار، ميك نو سنس، يعني ملهاش منطق. المكرونه بائسه مش حلوه خالص. الساندوتشز، في ساندوتشات تحفه، يعني مثلا الكوردن بلو حلو جدا، البرجر والبرجر اللحمه والكفته حلوين بس محتاجين يتخدم عليهم. انما اللي هو مش محتاج حاجه او محتاج بس ممكن يتزود عليه روز بيف هيبقى احلى، او يتزود عليه تركي الكوردن بلو، بس هو اصلا اوريدي من غير ما يتزود عليه حاجه حلو جدا. سندوتش الجمبري حلو قوي، سندوتش الحواوشي حلو، سندوتش الحلاوه بالقشطه جامد جدا، جامد حلو حلو. يعني الديزرت ال اسمها ايه، المولتن شوكليت كيك، ما عجبتنيش، مش حلوه خالص. الطاجن النوتيلا حلو، التشيز كيك الجبنة أعلى، يعني واضحة أكتر من التوبينج. إيه تاني بس كده، بس الريزو حلو، بس الصوص المحطوط الريزو حلو كرز، الرز ده حلو، بس التوبينج المحطوط بالصوص ما عجبنيش خالص، فصلني برضو. بس يعني لو هنلخص، حواوشي، سندوتش حواوشي، سندوتش الكوردن بلو، سندوتش الحلاوه بالقشطه، طاجن النوتيلا، بس كده. انا حتى التشيكن سيزر سالاد، يعني هي مش تشيكن سيزر سالاد خالص، هي خاص مع خيارتين مع قطعتين من دجاج كده، فلا هو ده اللي عجبني يعني في الموضوع. بس هي دي كانت طلعت الاسبوع ده، لغايه نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في طلعه جديده واسبوع جديد. الله، سلام. Every single day.